السلام عليكم ورحمة السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا في هذا اللقاء. وإلى الآن انضموا معنا تقريبا 20 شخص. خلاص، إذا حسنا سنبدأ اللقاء ونسجل هذا اللقاء. لمن لم يحضر معنا إن شاء الله نعرض لهم تسجيل هذا اللقاء إن شاء الله. طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا نائمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك كريم نواد الصغير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أولا نشكركم أيها الإخوة، أيها الأساتذة، على حضوركم في هذه الجلسة. إن شاء الله جلسة يعني خفيفة، افتتاحا لما دخلنا من هذا البرنامج، برنامج مسابقة التمكين. فإن شاء الله في هذه الجلسة سيكون لدينا بعض الفقرات، وهي الأول الفقرة الأولى ألا وهي أو وهي الافتتاح، ثم ثانيا الكلمة من مركز العناية سيلقيها شيخنا الغالي شيخ أبو إلياس حفظه الله، ثم الثالثة الكلمة من مشرف البرنامج سيلقيها الأستاذ أسامة حول التمكين الماضي، ثم الفقرة الرابعة شرح مسابقة التمكين، الفقرة الخامسة الأسئلة، والفقرة الأخيرة هي الاختتام. إن شاء الله سنبدأ هذا اللقاء ونفتح هذا اللقاء بالبسملة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونخطو إلى الفقرة الثانية، وهي الكلمة من مركز العناية سيلقيها الشيخ آدم أبو إلياس حفظه الله. فللشيخ فليتفضل، مشكورا مأجورا. حياكم الله جميعا، وشكر الله لك أخي يستا على هالتنسيق وعلى هاللقاء المبارك. بعد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على هديهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أسعد الله كل أوقاتكم بالمسرات وعمرها بالطاعة، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين في هذا الشهر الفضيل. أرحب بالجميع المشاركين في برنامج تمكين، وبالأخص الحاضرين في اللقاء التعريفي هذا. بداية، مركز العناية بالجالية الإندونيسية هو مركز متخصص في تأهيل طلاب المنح الإندونيسيين على مستوى المملكة، والحمد لله المركز عمل خلال الفترة الماضية تقريبا خلال 12 سنة على تأهيل ما يعادل تقريبا أو ما يساوي 6000 طالب. عمل على تأهيلهم وتدريبهم دعويا وعلميا وتربويا، ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن يعني قبول غالب الطلاب يكون يعني بشفاعات تكون لمركز العناية بالتواصي أو بالتوصية لبعض الجامعات، وذلك لما رأوا من ثمرات حقيقة وأثر جيد على مستوى الطلاب، لا سيما أنه دائما الجامعات تكون حريصة على أن يكون الطالب متفاعل معهم. وأنتم تعرفون، يعني أنتم جميعا طلابنا تعرفون أن الجامعة تقدم جزء معين ولا تستطيع أن تقدم جميع الأنشطة، والمركز يقدم الأنشطة التي الجامعات لا يسعها أن تقدمه، فتقدم هذه الأنشطة
أبرزها وأهمها الأنشطة الدعوية التي يقوم على إدارتها أخي يوستا ممثلا ببرنامج تمكين. برنامج تمكين باختصار هو من البرامج التي حقيقة نسعى أننا نؤهل الدعاة عليها. تأهيل الداعية هو أننا نملكه المهارات الدعوية، ثم بعد ذلك لينطلق في الميدان الدعوي في الساحة الدعوية إن شاء الله في بلده، في منطقته، في مجتمعه بإذن الله تعالى، وينطلق ويبحر ويكون ويحقق قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. نحن نعلم أنه ما شاء الله، يعني الطلاب الإندونيسيين، طلاب المنح بشكل عام والإندونيسيين بشكل خاص، يعني غالبهم أو السواد الأعظم منهم هم ينتمون إلى محاضن تعليمية، إلى محاضن تربوية، إلى جمعيات رائدة لها جهدها الدعوي والعلمي والتربوي والقيمي. فالمركز يسعى جاهدا أن يمكن هؤلاء وأن يملكهم الدعوات، ثم يعودوا إلى محاضنهم ليكونوا أدوات ينفع الله بهم في مجتمعهم الصغير، ثم أمتهم الإسلامية. وحقيقة يعني كما ترون أحد النماذج، ولا نزكيهم على الله، سيكون معنا أخي أسامة، معنا الآن أخي يوستا، بعض الزملاء الموجودين في القصيم، بعض الزملاء الموجودين في المدينة، لدينا بعض في أبها. هؤلاء هم بعضهم ثمرات أنشطة المركز، الذين شاركوا في أنشطة المركز سواء الحج أو العمرة أو تمكين، وبناء عليها رأت إدارة المركز أنهم أصبحوا كفاءات فيبدأون يديرون العمل. فنحن حقيقة في إدارة المركز، وأنا محدثكم، أحضر مثل هذه اللقاءات حقيقة لأستكثر من الحسنات، وأحتسب عند الله سبحانه وتعالى أنني أجلس مع إخوة لي في الله، ولا أعتقد أنني سأزيد عن أي شيء مما سيقولونه لكم الزملاء جميعا، لكن ما أقوله لكم أن مركز العناية هو مركز للجميع، لأي إندونيسي يأتي للمملكة العربية السعودية، سواء كان طالبا أو كان معتمرا أو كان حاجا أو كان زائرا أو كان مقيما في المملكة. المركز يقدم له التوعية الشرعية التعليمية، لنسعى جاهدا أن نأخذ الناس أو نصدهم كما جاء في الحديث، نصدهم على أن يكونوا حطب جهنم، ونحاول قدر المستطاع أن نقيم عليهم الحجة ونعلمهم الدين الصحيح. وهنيئا لنا جميعا حقيقة يا أحبابنا أننا تواجدنا في هذا البلد المبارك، وأن أننا نأخذ العلم الشرعي في الجامعات في التخصصات الشرعية، ويكون في أنشطة مهارية مثل هذه تعيننا على أن نحقق الغايات. أنا لا أريد أن أستأثر بالحديث، لكن من فضل الله أنه ثمرات المركز في 6000 طالب الذين عملوا معنا أو تدربوا في المركز، الآن من فضل الله يقودون، يقودون إن صحت العبارة، هم الآن وجهاء المجتمع الإندونيسي. بعضهم ما شاء الله يقود محاضن تعليمية سواء كانت جامعات أو مدارس، بعضهم الآن مستشار في أحد الجهات التعليمية، وآخرين ما شاء الله لهم نصيب من الدنيا، من أنهم مثلا عمل في التجارة، وبعضهم عمل في الحج والعمرة، وأصبح يعني كما يقال، يعني ما نسى نصيبه من الدنيا، لكن ومع هذا ما زال الأثر الشرعي والتربوي موجود في هذا. فمثل ما ذكرنا أن المركز، أعيد وأكرر، هو مركز للجميع، هو مركز لكل إندونيسي، وأنا في المركز هو عبارة عن مدير البرامج والمشاريع، وقائدنا أو مديرنا هو الشيخ أبو خالد الشيخ منير العاصمي، وهو يبلغكم التحايا. وحقيقة أنا يعني ليس لدي الكثير الذي أقوله لكم، إلا أنني أنا يعني إن صحت العبارة أخوكم في الله ابتداء، وثانيا أنا أتعلم منكم، نتعلم من الواقع الدعوي منكم جميعا. وبرنامج تمكين هو برنامج يملكك الأدوات الدعوية التي تستطيع إن شاء الله بعد تخرجك أن تكون قادرا على قيادة هذا الميدان الدعوي.
وعلى المواجهة، ونحن حقيقة هذا الذي نريد. وكما لا يخفى على الشريف علمكم جميعا أن هذا الدين منصور، وكل واحد منا يريد أن يكون له يعني سهم بسيط لينصر هذا الدين بما يستطيع، وأن الله سبحانه وتعالى أقام هذه الدنيا أو هذه الحياة بالاستخلاف، لن ندوم لأحد. يعني نحن اليوم في صلاة الجمعة صلينا على ما يقرب في جامع واحد ما يقرب على 23 جنازة في مسجد واحد في الرياض، في طرف الرياض فقط. فحينما نستشعر أن الله سبحانه وتعالى من علينا بهذا العمر وأخذ غيرنا، حقيقة تجعل الواحد يعني لا يجد وقتا لأن ينام، لأنه يستشعر أن الله سبحانه وتعالى مد في عمره ولا يأتي، لا يدري متى ستأتي هذه اللحظة. فبالتالي يعمل العمل الصالح الذي يدخر. وكفى بنا استشعار حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. يعني لاحظوا، أيحقر أحدنا أن يعلم آية؟ لا يحقر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ليثبت أن تبليغ دين الله لا يلزم أن يكون ب 114 سورة وب6000 آية، لا، لو آية واحدة. وكما لا يخفى على شريف علمكم أن الفضل الوارد في الشرع ورد في الآيات الصغار أو في الأعمال البسيطة. يعني سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، من قرأها 3 مرات له أجر قراءة القرآن كامل، وقس على ذلك. فكل هذه تعطينا دلالة أن يعني هذه الأعمال البسيطة رغم بساطتها لكن لا زلنا غافلون. فبرنامج تمكين بإذن الله تعالى يساعدنا جميعا على أن يعني نستثمر طاقاتنا. أنا بس ألمح بسيط لبرنامج تمكين، وأتوقع أن المشايخ إن شاء الله سيلمحون لها. البرنامج هو لأنه يعرف أنكم أنتم ما شاء الله كطلاب يعني لكم جهد في معاهدكم وفي بلادكم، فهو البرنامج يتبنى جهدك، يعني جهدك الذي أنت تقوم فيه في المعهد أو في المسجد أو في خطبة الجمعة أو كذا أو كذا. المشروع في برنامج تمكين المطور يساعدك في أن تجود هذا العمل. يعني مثلا إذا قلت أنا أعمل في منطقتي، أعود وأشرح لهم بعض المتون وبعض المفاهيم الشرعية وكذا، وأعلمهم اللغة العربية وكذا، برنامج تمكين يقول لك ممتاز، جهدك هذا جميل، تمكين مطور يقول لك جهدك ممتاز، لكن تعال يا أخي الداعية، لدينا مسار اسمه مسار ما لا يسع المسلم جهله. هذا المسار تقدم فيه مثلا 8 دروس و3 خطب جمعة وكذا وكذا، وتدرس هذا المتن خلال فترة معينة. أنت ستستطيع أن الفئة الذين تدرسهم ستخرج عبارة عن مجموعات، أخذوا وتمكنوا من هذه المعلومة. هذا ما سيعمله معك برنامج تمكين فقط، لكن لن يقول لك برنامج تمكين اذهب إلى هذه المجموعة ولا تذهب لهذه المجموعة، لن يقول لك هذا إطلاقا. وإنما برنامج تمكين مثل السيارة، يعني برنامج تمكين فقط سيعطيك اللوكيشن، يقول لك الأداة الدعوية المناسبة لشرح هذا المتن هي بهذه الوسيلة، أنت أديها بهذه الوسيلة، وإذا أديتها ستكون معنا في المسابقة، وقد تكون أنت الفائز الذي تحوز على الجائزة الكبيرة فقط. فهذا هو باختصار برنامج تمكين المطور لهذه السنة حتى لا يشكل عليكم. لكن برنامج تمكين هل سيقول لك اذهب إلى مجموعات دون مجموعات؟ إطلاقا. هل برنامج تمكين يعني بعد ذلك سيأخذك إلى مجموعات أخرى أو امتداد إلى شيء آخر؟ إطلاقا. برنامج تمكين يريد أن يقويك لنفسك أولا، ثم لمجتمعك، ثم للمعاهد. ونحن نريد أن يصبح لدينا كفاءات جميع الطلاب الذين ينتمون لمعاهد مختلفة أن تكون واحدة، لأننا في الأخير نحن ننشر الإسلام، ننشر الدين الصحيح. فلا يسرني إطلاقا أن يصبح عندي أحدهم يخرج ليتكلم بحديث ضعيف أو لا يستطيع، لا يحسن القراءة، لا. هذا أنا هذا أعتبره يعني نقص فيني، ويجب أننا نعمل على تأهيل الجميع وتدريبهم. أنا حقيقة هذا يعني مداخلة بسيطة، إن شاء الله أني أكون يعني كما يقال ضيف خفيف عليكم جميعا. أثق تماما بأخي يستا، بجهود أخي يستا وأخي أسامة وجميع فريق تمكين وجميع الدعاة والداعيات اللاتي يشاركن معنا في هذا البرنامج. وأنا سعيد بكم،
ويسعدني حقيقة. ومن أراد يعني أنا أخوكم قبل أن أكون مدير المركز، ويعني وأرحب بأي فكرة تطور البرنامج، أي فكرة ممكن أن تفتح لنا مسار دعوي أفضل. أي واحد منكم مثلا يريد أن يعمل معنا في المركز، في الحج، في العمرة، في أي برنامج، ليس لدينا أي مشكلة، لكن ثقوا تمام الثقة يا أحبابنا أنه برنامج تمكين هي البوابة للعمل الدعوي، بوابة للعمل الدعوي. حقيقة أكتفي بهذا القدر، وأوصيكم ونفسي بإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. وأنا سعيد جدا يعني بالأسماء والزملاء الحاضرين معنا في هذا اللقاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين. ونسيت حقيقة أن أستأذنكم، تريدون الحديث باللغة العربية أم بالإندونيسي؟ لكن لعلها إن شاء الله في لقاء قادم أسألكم السؤال هذا وتجيبونني بإذن الله تعالى. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم شيخنا شيخ أبو إلياس على توجيهاتكم وإرشاداتكم وتحفيزكم على لنا جميعا في هذا البرنامج. وحقيقة يعني فعلا يعني إذا استشعرنا بكلام الشيخ آنفا يعني لانطلقنا، يعني لزاد حماستنا في مشاركته في مثل هذه البرامج الذي من خلاله يعني نطور أنفسنا في مهمتنا المستقبلية بعد عودتنا إلى بلدنا. طيب، ونخطو إلى الفقرة التالية حتى لا يعني نطيل عليكم. الفقرة التالية وهي الكلمة من مشرف البرنامج الأستاذ أسامة، فعليه فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح أيها المشايخ؟ واضح السلام ورحمة واضح الله. واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حياكم الله أيها الأساتذة، وحياكم الله المشايخ جميعا، كذلك شيخنا ومشرفنا الحقيقي الشيخ أبو إلياس، والشيخ يوستا كذلك. أولا نستأذنكم، هل تريدون باللغة العربية أو باللغة الروسية بالعربية مشايخ؟ بالعربية بالعربية لتقوية اللغة لنا أيوه. جميعا. هداك الله، كأنك تلمز يا شيخ أسامة، غفر الله لك. لا، كما تريد أن تبدأ فبدأت بها يا شيخنا. لا، مفترض أن تبدأ. أنا انتهيت بها لكني ما بدأت. نفع الله بكم جميعا كما ترون، كما ترون الله بأي لغة. وأنا حياك الله. مستمع إذا ومنصت لكم بأي لغة كانت، أنا منصت وأفهم، لا تقلق. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. أي نعم، بس خلي الواتس مفتوح عندك، ها؟ نفع الله بكم. الله ينفع بكم. رأيكم. أيها المشايخ الفضلاء، يعني تنفيذا لرغبة الشيخ فنتكلم بالعربية، إلا وإن كان هناك من لم يحسن العربية فليرفع يده. أكيد لا يرفع أحد يده لأنه حتى هذا لا يعرفه. حياكم الله أيها الأساتذة والمشايخ الفضلاء. أنا أخوكم أسامة، والآن أنا ماسك لبرنامج تمكين كالإشراف العام، علما أن المدير التنفيذي على يدي على إشراف الشيخ يوستا.
والإشراف العام لجميع البرامج وللشيخ أبي الياس، وبخصوص هذا البرنامج المبارك التمكين فأنا أتولاه. المشايخ الكرام، لمن لم يعرف ببرنامج التمكين، برنامج صيفي نوعي الدعوي، يستهدف الطلاب الدارسين في المملكة العربية السعودية الراجعين إلى بلادهم لأداء الإجازة، فاستغلالا لأوقاتهم في أوقات الإجازة. فحرص حرص المركز على أن يكون هناك برنامج لهم تدريبا وتعليما وإعدادا في مجال الدعوية. نعطيهم المهام، مثلا عدد معين من الخطب، وعدد معين من إلقاء الدروس، وعدد معين من زيارة النخب، وعدد معين من إشراف حلقة تحفيظ القرآن، وخاصة للنساء مثلا برامج خاصة لهن، وهناك برامج خاصة للرجال باعتبار أنهم رجال. فهذه كله يستهدف تدريبهم وتعليمهم المهارة الدعوية، وكذلك تعليم الجانب العلمي إعدادا لهم إذا رجعوا إلى بلدانهم أن يكونوا دعاة إلى الله. وطبعا هذا كله الحسنات راجع إلى المنسق وهو المركز، وكذلك الداعمين المتبرعين. ولمن أتم المهام المطلوب إنجازها ففيه هدايا بسيطة من قبل المركز ومن قبل الفريق تحفيزا، ولا نشك على حسن نواياكم، وإنما هذا الدافع الثاني أو الثالث أو الرابع، وإنما الدافع الأولي هو النية والإخلاص لله تعالى. فكما تفضل الشيخ سابقا أن هذا البرنامج نظرا لتكرره أعوام عديدة، وبعض المشاركين فيها قد شاركت مرات عديدة، فالسنة الماضية اقترح بعض المشايخ الفضلاء على رأسهم شيخ أبي إلياس أن يكون هناك تمكين عالي فيه زيادة المهام، فيه مهام زائدة على التمكين العادي، أو ممكن نقول التمكين التقليدي المتكرر في أعوام عديدة. ولكن في هذه السنة، نظرا للتكرر ما سبق، نظر الشيخ والمشايخ جميعا إعادة صياغة برنامج إلى شكل المسابقة. فالسابق على شكل ماذا نقول، ليست مسابقة بس كبرنامج، برنامج إعدادي، لكن الآن برنامج مسابقة حتى نستخرج منكم أفكارا جديدة وجميلة، الفائز منها ممكن مايك الشيخ أنس. أيوه، أين وصلنا؟ أيوه، لما عرفنا أن بعضكم شاركتم في البرنامج مرات عديدة، اكتشف بعضكم مهارات دعوية عالية، وبالتالي لا نريد أن نكون أنت نسخة مكررة من السنوات الماضية، وبالتالي ننشئ أو نعيد صياغة البرنامج إلى شكل المسابقة جلبا للأفكار وللإبداعات من قبلكم، حتى وبالتالي نستطيع أن نستفيد منها في قادم الأيام، ويستفيد غيرنا كذلك في الساحة الدعوية، علما بأن سيكون هناك جائزة في النهاية، لكن كما قلت سابقا هذا ليس هدف. ممكن نضع هذا في الهدف الثالث أو الرابع الخامس، لكن أهدافنا الأول الدعوة إلى الله وتدريبا فيها. وهذا لا ريب أن أحسن لكم
قد خطوتم دعوة خطوات حتى استشعرتم أن لا تنجح الدعوة إلى الله إلا بحسن النية. هذا مني أيها الأساتذة والفضلاء، كإشراف عام فأنا أحث لكم على حسن النية أولا، وإبداع في المسابقة ثانيا، والمشاركة الفعالة في جميع أنشطة البرنامج التي ستقدم خلال هذه مسيرتنا الجميلة. وعلما بأن هذا اللقاء الأول سيسجل بإذن الله، سيكون هناك لمن حضر في هذه الجلسة بوينت، نقطة أو نتيجة، أو نؤشر في الكشف بأنه حضر في الجلسة الأولى، إن شاء الله ستؤثر هذا في النتيجة النهائية، مما يساعد على رفع نتائجكم في النتيجة النهائية. هذا مني أيها الأساتذة، فجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وحسن حضوركم ومشاركتكم، فأسأل الله أن يجعلنا من الدعاة المتقين المخلصين لله تعالى الجالبين لمودتك يا رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكر الأستاذ أسامة على كلماته الطيبة وتشجيع منه لنا جميعا في الاستمرار والانضباط في هذا البرنامج. فنخطو إلى الفقرة التالية، وهي يعني بيان أو شرح هذا البرنامج، أي وهو برنامج التمكين المطور أو مسابقة التمكين المطور. أنا كرئيس تنفيذي لهذا البرنامج سأشرح لكم هذه الفقرة، وهي مكتوبة أصلا في بيان مجموعة، لكن من باب إفادة أكثر سنبين لكم شفويا، حتى إذا كان في أسئلة ممكن نتجاوب عن هذه الأسئلة بعد هذه الفقرة إن شاء الله. فسيكون حديثي في شرح برنامج تمكين المطور من خلال 4 نقاط. النقطة الأولى تسلسل إجراء برنامج مسابقة التمكين المطور، ثم ثانية بيان موجز عن المسارات الثلاث: المسار العلمي والمعرفي، ومسار اللغة العربية، ومسار القيمي الاجتماعي. ثم النقطة الثالثة، وهي تفاصيل تقسيم أو توزيع الهدايا. ثم النقطة الرابعة، بيان موجز عن بنود تقييم الفائزين. نعم، هذه هي النقاط الأربع التي سأتحدث عنها خلال هذه العجالة. فنخطو إلى النقطة الأولى، وهي تسلسل إجراء برنامج تمكين. كما كتبنا في المجموعة، السلسلة تبدأ من التسجيل، القبول والتسجيل. وإلى الآن الحمد لله انضم في المجموعة تقريبا بعدد 120 مشاركا ومشاركة. نعم، و حقيقة نحن ما زلنا نريد ونرغب في زيادة عدد المشاركين، و
نخبركم إذا كان من زملائكم يعني تأخروا في حصول على هذا الخبر من هذا البرنامج. نطلب منكم يعني استدعاءهم لمشاركة معنا في هذا البرنامج. يعني من دل على خير فله أجر مثل أجر فاعله. نعم، فمن باب استزاد من الحسنة إن شاء الله. وثانيا، بعد تسجيل القبول واللقاء التعريفي. نعم، لكن أخرنا هذا اللقاء يعني من أجل بعض الأسباب، لكن الحمد لله الآن التقينا في هذه الجلسة لإجراء التسلسل الثاني، وهي يعني لقاء تعريفي للبرنامج. ثم ثالثا التدريب. نعم، والآن دخلنا في فترة تدريب، تقريبا أمضينا خلال شهر وزيادة، يعني من 120 مشاركا ومشاركة دخل في التدريب تقريبا 50 مشاركا ومشاركة. وفعلا يعني ما زلنا نحث بقية المشاركين للمشاركة في نعم في التدريب. إن شاء الله سيأتي التنبيهات، سواء كانت في المجموعة أو على الخاص إن شاء الله. وفترة التدريب سيمتد تقريبا، بقي لنا شهر وزيادة، فوضعنا جدولا للمشاركين حتى يسهل لهم يعني الدخول في أو المشاركة في التدريب، يعني حتى لا يعني يتراكم، وفي النهاية قرب الموعد وليس لديه وقت متسع للمشاركة في التدريب. لذلك وضعنا جدولا تسهيلا لكم جميعا، ولمن يعني يريد أن يسبق هذا الجدول فهذا الذي نتمناه، يعني فليتفضل. والحمد لله إلى الآن تقريبا وجدنا 3 أو 4 مشارك ومشاركة، يعني انتهوا من سلسلة تدريب في برنامج بصيرة. فلعل يعني بقية المشاركين يعني أيضا يسبقون أو يسابقون أو يعني يزيد في ويستمر في هذا البرنامج، يعني برنامج بصيرة. وفعلا أنا شخصيا دخلت هذا البرنامج وما شاء الله استفدت كثيرا من هذا البرنامج. وهذا النقطة الثالثة. والتسلسل الآتي، وهو يعني وهو اختيار أو نقول فرز للمشاركين، اختيار المشاركين الذين اجتازوا برنامج تدريب بصيرة. ففي نهاية الموعد سوف نحصر عدد المشاركين الذين اجتازوا برنامج بصيرة، وبعد ذلك سنقيم ونضع يعني العلامة أو المؤشر أو بوين لهؤلاء المشاركون. وإنجاز هذا البرنامج يا أيها الإخوة يعني من الشروط، يعني من الشروط يعني الدخول في المرحلة التالية. فلذلك نحث الجميع على يعني إنجاز هذا التدريب في وقته أو قبل وقته، فهذا أفضل. نعم، ولعلنا تحفيزا لكم جميعا سنقترح على يعني على مركز العناية، على شيخنا أبي الياس، يعني سنتكلم عنه في النقطة الأخيرة، في النقطة قبل الأخيرة، وهي
توزيع الهدايا. طبعا الهدايا هذه بالمبلغ، وقد نقسم مثلا مثلا لمن أنجز مهامه في التدريب نؤته كمية، يعني نضمن له كمية من هذه الهدية، وهذا سنقترح للمركز تحفيزا لمن قد أنجز يعني المهام، مهام التدريب إن شاء الله، ونخبر لكم بالنتيجة إن شاء الله فيما بعد. وهذا التسلسل الرابع. ثم التسلسل الخامس، إذا تريد مشاهدة يعني هذه النقاط موجودة في مجموعة واتساب في ديسكريبسي. نعم، التسلسل الخامس وهو جمع خطط مخططة البرنامج. المعذرة، نعم، التسلسل الخامس هو جمع المخططات التي مخطط برامج دعوية التي ستقدم خلال إجازة في إندونيسيا. إذا بعد أن اجتزتم يعني مرحلة التدريب، سنبدأ في كتابة تخطيط البرامج الدعوية التي ستقدمونها في إندونيسيا. وهذه المخططات أو هذه التخطيطات أو نعم هذه التخطيطات ستكون على تقريبا على شكلين، الشكل الأول هو شكل كتابي، يعني ستكتبون هذا المخطط في الورقة كذا، نعم، على شكل PDF، ما هي الأنشطة وتفاصيل يعني هذه البنود ننشرها لكم مستقبلا إن شاء الله. إذا الشكل الأول هي شكل يعني PDF، ثم الشكل الثاني بشكل فيديو. تقريبا سنطلب منكم تصوير فيديو، ولا يتجاوز مدته تقريبا دقيقتين، فقط دقيقة ونصف، هكذا جيد. نعم، في هذا الفيديو تشرح فيه يعني ما هي البرامج التي ستقدمونها خلال الإجازة الصيفية. نعم، هذا الذي سنفعله في مرحلة تخطيط البرامج الدعوية. نعم، فمن خلال هذا الفيديو إن شاء الله سنتعلم كيف يعني كيف نصنع فيديو جيد، وكيف الطريقة مثلا إدخال الكلمات في الفيديو، وكيف طريقة إدخال الصور، وكيف طريقة مثلا يعني تدخل يعني شعار معين في الفيديو. فمن خلال هذا الفيديو سنتعلم مهارة يعني جيدة ونحتاج إليها فعلا خلال يعني في مثل هذا العصر، هذا الزمن الذي يعني الدعوة لا تنحصر على الحضور بس، بل يعني يدخل في المواقع التواصل. نعم، فمثل هذه المهارات نريد أن نتدرب عليها أيضا من هذا البرنامج، يعني برنامج مسابقة التمكين إن شاء الله. ثم التسلسل التالي، سنعمل لقاء ثاني مثل هذا اللقاء من أجل بيان طريقة أو يعني محاور لتقرير، لأن عندما نفذتم هذه المخططات في إندونيسيا سنطلب منكم فيما بعد يعني إرسال تقارير، نعم، سواء كان مكتوبا، تقرير مكتوب أو تقرير يعني على شكل صورة. نعم، فسنبين لكم في هذا اللقاء طريقة تقرير، نعم، طريقة رفع التقرير في تنفيذ البرامج التي خططتموها إن شاء الله. ثم المرحلة التالية وهي
تنفيذ البرامج. نعم، تنفيذ البرامج، هذا مربط الفرس من هذه البرنامج، من هذا البرنامج، تنفيذ البرنامج في إندونيسيا خلال إجازاتنا الصيفية إن شاء الله. وثم بعد ذلك المرحلة تعيين الفائزين، وهذا التعيين يعني سيقوم به لجنة التقييم ويجمع جميع النقاط أو البوين التي تحصلونه خلال يعني من بداية مشاركتكم في هذا البرنامج إلى أن ينتهي من تنتهي إلى أن تنتهي من تنفيذ البرامج. نعم، ثم المرحلة التالية بعد تعيين الفائزين وهي توزيع الهدايا. نعم، توزيع الهدايا، ثم المرحلة الأخيرة وهو إغلاق المشروع. نعم، هذه تقريبا النقطة الأولى. ثم نقطة ثانية، بيان موجز عن المسارات. نعم، المسارات الثلاث، كما عرفتم أيها الأحبة مسبقا أعلننا في الإعلان يوجد ثلاث مسارات بإمكانكم اختيارها، اختيار إحدها ليكون يعني ليكون مهام ليكون موضوع رئيسي لبرامجكم في إندونيسيا. وهذه المسارات الثلاث وهي المسار العلمي والمعرفي، ثم المسار اللغة العربية، ثم الثالث مسار القيمي الاجتماعي. نعم، فالمسار الأول وهي مسار العلم المعرفي والعلمي والمعرفي، هو عبارة عن دروس أو برامج، أي برامج يتعلق ب بالمعلومات الشرعية مثل فقه العبادات والفقه المعاملات المالية أو موضوع في العقيدة وما شابه هذه الموضوعات. نعم، هذا هو يعني ما يقصده بالمسار المعرفي والعلمي. إذا الموضوعات التي ستركزون عليها خلال برامجكم هي يعني معلومات شرعية حول فقه العبادات والمعاملات المالية أو العقيدة وما أو أشبه ذلك. نعم، ثم المسار الثاني وهو مسار اللغة العربية. نعم، هذا واضح من هذا المسار الثاني، ستركزون على تعليم اللغة العربية في برامجكم. نعم، سواء كان يعني التعليم يكون مثلا للأطفال أو للشباب المراهقين أو الآباء أو في المعاهد أو يعني أو إلى ذلك إلى غير ذلك من الأماكن. أهم شيء تركزون يعني مهاماتكم وبرامجكم في نشر اللغة العربية في مجتمعكم. نعم، هذا المسار، مسار اللغة العربية. ثم المسار الثالث وهو مسار القيمي الاجتماعي. فهذا المسار ممكن أن نقول عنه هو متعلق بإقامة الدروس أو الإلقاء أو البرامج يعني تحت موضوعات الأخلاق والآداب وتزكية النفس
والمعاملات الاجتماعية، نعم المعاملات الاجتماعية مثلا بين الصغير والكبير، بين الرجال والنساء، هل يعني مما لاحظتم في مجتمعكم يعني يوجد خلل في مثل هذه المعاملات الاجتماعية مثلا؟ يعني إيه هكذا، يعني معاملة بين الرجال والنساء، أو في خلل في الجنسيات، أو ما إلى ذلك. نعم، فالمسار القيمي الاجتماعي يعني نحاول فيه أو من خلاله يعني إصلاح المجتمع من جانب الأخلاق والآداب وتزكية الناس والمعاملات الاجتماعية. نعم، هذا تقريبا بيان موجز عن المسارات الثلاث، وفيما بعد إذا لديكم أسئلة ممكن أن تطرحون الأسئلة في هذا اللقاء، أو إن لم يتمكن الوقت ممكن أن تسألوه في المجموعة إن شاء الله. نعم، هذا بيان موجز عن المسارات الثلاث. ثم نخطو إلى النقطة الثالثة، وهي نقطة الهدايا. نعم، ونؤكد فقط من نريد أن نؤكد في هذا اللقاء ما هي الجوائز التي سنقدمها لكم إذا حصلتم على سواء حصلتم على الفوز أو لا. نعم، طبعا في الإعلان أعلننا يوجد لكل مسار سنأخذ 3 فائزين، والفائز الأول يستحق هدية قيمتها 3500 ريال، والفائز الثاني المركز الثاني يستحق 2500 ريال، والمركز الثالث يستحق 1500 ريال. نعم، ولمن لم يحصل على هذه الجوائز الثلاث سيحصل على الجوائز الطردية. نعم، والجوائز الطردية نقصد بها هي أيضا قيمة من المبلغ في مثل برنامج تمكين الماضي، برنامج تمكين التقليدي. نعم، فالمبلغ قدر المبلغ حسب إنجازاتكم في المخطط الذي خططتم. نعم، خلال قبل تنفيذ البرنامج. نعم، لمن نفذ مثلا 100% سيحصل على المبلغ بكذا وكذا. نعم، ولمن نفذ 75% سيحصل على نسبة معينة كذلك. نعم، حتى الذي نفذ 10% وحقيقة لا نتمنى ذلك سيحصل أيضا على الجائزة بشكل المبلغ. نعم، وهذا ما يتعلق بالهدايا التي ستحصلون عليها بعد تنفيذكم لمشروعاتكم الدعوية إن شاء الله. ثم البنود، النقطة الأخيرة، وهي نقطة موجزة عن ما هي البنود التقييم، ما هي الأشياء التي نقيمها خلال مشاركتكم في هذا البرنامج حتى تحصلوا على الجوائز. حاليا وضعنا 4 نقاط عامة، ويأتي بعدها إن شاء الله لاحقا تفاصيل أكثر خلال تنفيذكم لمشروعاتكم في إندونيسيا. نعم، البند الأول وهو أعداد البرامج التي أقيمت. نعم، كم عدد البرامج التي أقيمت خلال تنفيذكم مشروعكم في إندونيسيا؟ نعم، ثم عدد المستفيدين. نعم، عدد المستفيدين كم الذين
شاركوا في مشروعاتكم الدعوية خلال تنفيذكم في منطقتكم. ثم الثالثة، جودة تقرير البرامج والانضباط، أي جودة تقرير البرامج، لأننا قلنا لكم سنطلب منكم إرسال تقارير إما يوميا إما أسبوعيا، وأيضا التقرير النهائي، وسنرى يعني جودة تقرير، مثلا جودة صورة أو جودة بيانات التي يعني كتبت، وأيضا الانضباط في إرسال يعني هذه التقارير كما هو مجدول. نعم. ثم البند الأخير حاليا وهو جودة مخطط البرامج الدعوية المقدم. نعم. إذا أنتم ستخططون مشروعا معينا وسنقيم هذا التخطيط، كما قلنا ستقدمون المخطط أو المخطط بشكلين، شكل PDF وشكل فيديو. نعم، من خلال هذا سنقيم الجودة مخطط البرامج المقدم من قبلكم. فهذه تقريبا يعني الموضوعات التي أحببت أن أشرحها لكم موجزا في هذا اللقاء. نعم، فلعل الكلام يعني لعل لديكم تصور عام لهذا البرنامج، ونفتح لكم الآن المجال للأسئلة ونجيب على هذه الأسئلة إذا تيسر لنا الإجابة حاليا، وإن لم يتيسر لو إن لم تتيسر الإجابة سنجيبها من خلال مجموعة إن شاء الله. نعم، فالآن نفتح لكم المجال للأسئلة، فليتفضل لمن لديه أسئلة يعني يرفع يده ونشير إليه إن شاء الله. واحد. نعم، حاليا يوجد الناس ذو العرش، فنسلم له الفرصة، فليتفضل الأستاذ الناس ذو العرش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أستاذ يشتاق المشايخ، الله يحييك. بارك الله فيكم على ما شرفتمونا من هذه السلاسل البرامج المهمة للدعاة خاصة طلاب العلم. نحن نستفيد مما ألقيتموها من التوجيهات، كذلك من الإرشادات، فنسأل الله التوفيق والقبول، ونرجو من الله يتقبل أعمالنا كلنا في هذه الساعات والأيام والشهر المبارك. آمين يا رب العالمين. آمين. هناك سؤال فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج في الإجازة يا أستاذ، ونحن تفضل. نعلم جميعا بأن هناك من الزملاء الذين يشاركون في خدمة الحجاج، سواء عند القسم الصحي أو القسم الديني، يعني كمنهج أو كمنقس. فهل طبعا أنا من المشارك الجديد في هذا البرنامج، جدا أن أشارك في هذا البرنامج خاصة في إجازتنا، هل هناك تحديد زمني الذي وضعتم في تنفيذ هذا البرنامج؟ مثلا نحن كلنا على حد سواء في المملكة العربية السعودية، قرصها الله، عندنا إجازة شهران مثلا، فهل هناك تنفيذ محدد مثلا على كل مسار، مسار علمي أو لغة عربية أو القيمي؟ هناك مسار لا بد أن تنتهي خطتك في التنفيذ مثلا خلال شهر، فترسل لنا التقريرات والفيديوهات وهكذا. نعم.
وهل هناك لمن شارك في خدمة الحجاج يعني تمديد الوقت؟ خاصة هم سيكون إجازتهم تتأخر لأن مدة العمل قبل الحج، شهر قبل الحج وشهر بعد الحج هكذا يعني تقريبا. فهل هناك تمديد لمن شارك في خدمة الحجاج وهم يريد أن يشارك في هذا البرنامج التمكين؟ لعل هذا سؤال يجاب عنه، فيتضح لمن شارك وتحير في المشاركة في هذا البرنامج المبارك، نعم وكما قلتم تريد وترغب أن يكون المشاركين أو مشاركون عددهم أكثر وأكثر، وصادفنا بالعمل في خدمة الحجاج كذلك، فهذا صح سؤال مهم إجابته. نعم فبارك الله فيكم وننتظر منكم الرد والإجابة. بارك الله فيكم. جزاك الله خير، جزاك الله خير. نعم السؤال مفهوم، ولعل نستمع الأستاذ أسامة ما زال معنا. معك معك نعم، فلعل نسمع منكم من الإجابة، ثم إذا في زيادة من الشيخ أو مني إن شاء الله نضيفها بعدكم إن شاء الله. تفضل أستاذ أسامة. حياكم الله أيها الأساتذة. لحظة لحظة، حياكم الله. ما أدري في بذورة. أي نعم، حقيقة البرنامج أولا مكان تنفيذه في إندونيسيا، هذا أولا. وثانيا بما أنه مسابقة فلابد أن نوحد، ماذا نوحد الوقت بداية وآخرا. فلذلك حقيقة نأسف لمن شارك في البعثة، خاصة في بعثة من قبل وزارة الدينية أو وزارة الصحة، في عدم مشاركتهم جزئيا، بمعنى أنه لو استطاع أن ينفذ البرنامج في إندونيسيا فتفضل، لكن غالبا لمن شارك في هذه البعثات ما يستطيعون أن يشاركوا في هذه المسابقة. وثانيا لا أدري هل سيفتح التمكين التقليدي لمن شارك، لمن لم يشارك في هذه المسابقة. فهذا القرار راجع إلى المركز الرئيسي في مركز العناية، لأن التمكين التقليدي الوقت موسع، الوقت موسع وفيه مرونة وفيه سعة في من حيث التنفيذ. أما المسابقة فخصوصا شكل المسابقة لابد أن تتحد الحقوق وتتحد ماذا إمكانيات لأن يكون كل أحد فائزا، فلابد أن نوحد كل شيء. فهذا مني، لو كان فيه إضافة من الشيخ يوسف أو الشيخ بلياس فليتفضل. نعم، نشكر الأستاذ على الإجابة. لعل الشيخ أبو إلياس ما زال معنا. حياكم الله، أهلا وسهلا. يعني استمعت هذه مجالك. الأمانة، نعم أي نعم، هذه على ما ذكرت، مع شكري للسائل النجيب، الله ينفع به. لكن أنا أقول لا زيادة على ما ذكره الزملاء، وهذا صحيح، لأن هي مسابقة فهي تبدأ في وقت معين وتنتهي في وقت معين. لكن أنا أقول يعني أتوقع أنه لو وصلنا لمرحلة يصبح لدينا دعاة يعني ما شاء الله ذوي همم وحريصين على المشروع، بحيث أنه يريد أن يجمع ويصبح عنده جامع نيات، فأتوقع أننا يعني إن صحت العبارة، الذي أريد أن أصل إليه أنه الذين هم على همة صاحبنا أتوقع أنه عدد قليل، وممكن أن يرصد اسمه ويتواصل معه لاحقا.
لأننا نعم أصدقكم القول يا مشايخ، وأخي أسامة يعرف الشيء هذا. نحن في برامجنا الدعوية المعتاد أننا نحدد نصاب معين، نحدد نصاب معين للطالب، فنحن نحدد نصاب معين للطالب أو للداعية، نتفاجأ أن الداعية ما شاء الله يحقق أداء عالي جدا فوق المتوقع، وهذا موجود حقيقة. لذلك أنا أقول لا بأس، الشاهد أنه نسجل هذه الملاحظة واسم الداعية، وإن شاء الله نتدارسها لاحقا. إذا وجدنا مجال ممكن نبلغكم به بإذن الله تعالى، نفع الله بكم. حسنا شيخنا الأعلى، جزاهما خيرا على إجابة. وألخص يعني مما أجابه الأستاذ والشيخ، يعني طبعا يعني لمن شارك منذ بداية هو سيكون لديه يعني فرصة أوسع، أو يعني النتائج أكبر من الذي شارك متأخرا. على كل حال يعني إذا وجدنا في مثل هذا المشارك سنكتب، ولعله يراسلنا يعني وأنا أشارك البعثة، وسنكتب الاسم ونحن سنتكلم في هذا الموضوع، يعني ما هو الأنسب في مثل هذا المشارك إن شاء الله. لعل هذا الذي نستطيع أن نجيب عنه يا أستاذ أنس، هل لكم؟ إذن نعم، إذن بارك الله فيكم. إذن الخلاصة، الذي يشارك في البعثات لا مانع من المشاركة في التبكير. نعم، أهم شيء يعني هو موجود فيما بعد سيرجع إلى أندونيسيا. نعم، وأما الذي خطط أن يعني مثلا يقوم بالدعوة عن بعد انتهاء، سواء كانت يعني شارك في البيت أو لا، فمما تكلمنا في الأخير قبل فترة يعني لم نستطيع أن نقبل يعني الدعوة عن بعد. نعم، طيب هذا الذي تيسر لنا. تفضل إذا في سؤال آخر. طيب، المعلومات التي قلناها خلال هذا اللقاء إن شاء الله سنرسل هذه المعلومات في المجموعة. نعم، المعلومات نرسلها كتابيا، وأيضا رابط للاجتماع سنرسل رابط لتسجيل لهذا الاجتماع سنرسله أيضا في المجموعة إن شاء الله. نعم، يوجد الأخ الأستاذ محمد صبري هارون يرفع يده، فليتفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال يا أستاذ، هل لابد لكل واحد أن يختار واحدا من المسارات الثلاث؟ قد يأتي مثلا يعود أحدنا إلى إندونيسيا ثم يشارك في هذه المسارات الثلاث كلها، قد يلقي تارة يتعلق بعلم المعرفة، وتارة يتعلق باللغة العربية، وتارة يتعلق بالقيام الاجتماعي. هل يمكن أن يخلط بين هذه الثلاثة؟ أو لابد أن يختار واحدا من هذه الثلاثة؟ إيه شكرا. صحيح صحيح صحيح، السؤال وجيه. نعم، السؤال وجيه، لعل في نعم في هذا السؤال أنا أحاول أن أجيب، وإذا في زيادة من الأستاذ ومن الشيخ نسمع إن شاء الله بعد إجابتي أنا. فالأصل نعم يعني لا يستطيع مشارك أن يشارك في مسارين. نعم، لأن طبعا التقارير والمخططات يعني سيكون التركيز فيهما يعني تركيز قوي في موضوع واحد، إذا تشتت في اختيار المسار
اضطر هو يعني أن يصمم مثلا تخطيطين ويقسم أوقاته في هذين المسارين، أو في هذه المسارات الثلاث. فمني لا يستطيع المشارك أن يشارك أكثر من المسار. نعم، هذا الذي ممكن أن أجيب عنه. لعل الأستاذ أو الشيخ إن لهم زيادة. الشيخ أبو إلياس أولا. نعم، معنا شيخ، الشيخ أبو إلياس يبدو، نعم لم يتيسر شيء. تفضل أستاذ أسامة إذا لديكم مداخلة. أهلا وسهلا شيخ الكاس المعذرة، أنا أقود السيارة لأني على سفر، ما شاء الله. فسمعت اسمي أنا معكم. نعم شيخ، يوجد سؤال شيخ. خشيت أن تسجلني غائب. نعم حياك الله. نعم استمعت إلى السؤال شيخ. لا والله ما استمعت والله. لا، ما هو السؤال؟ أها، هل يمكن مشارك يشارك أكثر من المسار، يشارك مسارين أو 3 مسار في وقت واحد كذا؟ يعني أتوقع أنه يعني السائل هل يتوقع أنه سيكون في المركز الأول في الـ3 مستويات مثلا؟ من هو السائل ما شاء الله؟ صبري، أين هو؟ محمد صبري، تفضل. شيخ محمد صبري، هل تتوقع أنك تكون في المركز الأول في الـ3 مستويات؟ لا طبعا يا شيخ، إذا خلاص ركز في مستوى واحد. لا فعلا أنا سنويا أعود إلى مجتمعي وألقي لهم برامج كثيرة، بعضها يتعلق بالعربية، بعضها يتعلق بعلم المعرفي، وبعضها يتعلق بالقيام الاجتماعي، ولا أعرف هذه المسابقة قبل إلا بعد أن أخبرني صديقي، لكن سنويا أعود وأتي إليهم بهذه البرامج. ممتاز حقيقة أخي صبري، أنا يعني أشكرك على حرصك وهمتك، ونحن حقيقة يعني نريد أن نعطي فرصة لعدد أكبر، وإلا حقيقة يعني وجود أمثالك في البرنامج هذا حقيقة نسعد ونتشرف به. لكن أن تشارك في الـ3 مستويات، أتوقع أنك س يعني س قد يكون على حساب آخرين. فأنا نقول يعني أعطي فرصة لغيرك، وأنا ودي أنك تركز في جانب واحد، وبالعكس يعني مثلك حقيقة يعني يستفاد منه في رأيي في استشارة معينة في تجويد مسار معين، وأنا أشكرك حقيقة على همتك. لكن الأصل أن المشارك يشارك في مسار واحد، وأنا أريدك أنك تركز على أقواها، لأنه طبعا المسارات الثلاثة بنيت على غالب ما يؤديه الدعاة أو الطلاب إذا عادوا إلى بلدهم، غالب ما يؤدونه هو هذا. ولكن تجد أحدهم ما شاء الله له في الدعوة، فتجد ما شاء الله في الدعوة وفيما لا يسع المسلم جهله متميز في هذا. فالغاية في البرنامج أن يجعلك تركز على مسار واحد فقط. نعم طيب أين تفضل إن شاء تجد الله. نفسك في المسار الواحد يا شيخ صبري؟ كيف؟ أين تجد نفسك لو قلنا من المسارات الثلاثة، أين تجد نفسك؟ يعني تجد نفسك قوي وتعطي بأداء عالي. عادة ألقي المحاضرة في المساجد، إذن تقريبا بالعلم المعرفي. يعني فيما لا يسع المسلم جهله. نعم نعم، يتعلق بالفقه عادة والعقيدة أي أو نعم، هكذا. ممتاز ممتاز ما شاء الله. وأنا ما شاء الله ألتمس من حديثك ما شاء الله أنك متحدث بارع، نفع الله بك. بارك الله فيك. نعم أنا سعيد حياك الله. بمعرفتك أخي صبري، بارك الله فيك. نعم يمكن أن تزورنا في طرف الغرب من إندونيسيا في أتي. ما شاء أتي الله. بكل سرور، بكل سرور. أنا لأني أتعامل مع تقريبا 2600 طالب إندونيسي، لأجل ذلك لا أذهب إلى إندونيسيا. إن شاء الله ندعو لكم في زيارة شيخنا. إن شاء الله بإذن الله، نفع الله بكم، شكرا. طيب طيب ربما نفتح لسؤال للسائل الأخير، لأن اقتربنا من الثالثة، لعل إذا في سؤال الأخير لهذه الفرصة، وإذا إن كانت
إن كان في بقية الأسئلة ممكن نتواصل في المجموعة إن شاء الله. تفضل إذا كان لديه من لديه سؤال. أنا الشيخ يوستا، أنا أستأذنك، أنه أنا حقيقة مستمتع بكم جميعا واستمتعت أكثر بالأسئلة، ما شاء لكن الله، أستأذنك يا شيخ يوستا لو كان في لقاء أيضا آخر سلام. ممكن يعني نلتقي بهم، وأيضا يكون مثل هذا الآن، يكون في تفاعل ونسمع من الزملاء وأفكارهم وكذا، مثل سؤال الأستاذ صبري الآن وقبله، يعني الأستاذ المشارك في الحج ويريد أن يشارك في البرنامج، هؤلاء حقيقة أعمدة البرنامج ونسعد بهم، نعم وأظن أنه في غيرهم كثير تعذر حضورهم اليوم، وبعضهم حاضر لكن أنت تعرف الصيام واللي صلى في الحرم ضربة شمس وكذا، فالوضع الآن هادئ، نعم فإن تيسر أن يكون في لقاء آخر أيضا جيد، وأنا سعيد بكم جدا ومستمتع بالحديث معكم. بإذن الله شغلنا، بإذن الله سنقيم اللقاء المفتوح بعد هذا اللقاء إن شاء الله. بإذن الله تعالى. بارك الله فيك. طيب، بما أن حاليا لا يوجد من يرفع يده لعل تأتي الأسئلة لاحقا، ف حتى ننتهي من هذا اللقاء، وقلنا لكم في المجموعة لا يتجاوز ساعة فتجاوزنا، وأولا أنا أعتذر منكم على هذا التأخر، وثانيا أشكركم على حضوركم في هذا اللقاء المبارك، اللقاء الأول لنا جميعا، فإن شاء الله سيكون هناك لقاءات أخرى ودية وأخوية بيننا. ونتمنى أن نزوركم في كل منطقتكم، نزوركم في المدينة، نزوركم في الأبهة، ونزوركم في الرياض، في القصيم إن شاء الله، لعل يتيسر ذلك، و نلتقي في اللقاء القادم إن شاء الله. وهذا ما نستطيع أن نقدم لكم في هذا اللقاء، وأي استفسار، أي مداخلات نرحب بها في المجموعة، سواء كان في المجموعة أو على الخاص إن شاء الله. ونحن أدمين أو مدير في ماذا في المجموعة، نستقبل كل آرائكم واستفساراتكم إن شاء الله. فنختم هذه الجلسة. أستاذ أسامة، هل عندكم شيء آخر، شيء آخر شيء؟ لا جزاك الله خير، بس نعم أطلب تمام. من الحاضرين إبلاغ الغائبين في الحرص على إيه المشاركة، نعم حتى ليكون برنامج ناجحا، ويكون أسوة لبقية نعم البرامج. بارك الله. ماشي، جزاكم الله خيرا، ونختم هذه الجلسة بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.